أقول عايشة، نعم تراني قعدت الأكل جاهز؟ طبعا جاهز. وهذا سؤال؟ يلا عجب قومي بسرعة، ترى مصاريني تحيسني. في الحقيقة أستاذ مدير، أنا كنت أفكر في أمل لأنه صار لي كم يوم ما شفتها. وأنت إيش يخصك؟ هذا ما شغلك، التفت لشغلك وبس. صباح الخير. صباح النور. أهلا أمل. أهلا وسهلا. مبروك مبروك. الله يبارك حياتكم. شكرا. مبروك على الخطوبة يا أمل. الله يبارك حياتك. إن شاء الله يكون زواج سعيد. شكرا الله يخليك. يا هلا يا هلا بأمل. متى إن شاء الله يكون الزواج عاد؟ والله قريب، يعني كلها كم يوم وبيتم الزواج إن شاء الله. الظاهر أنكم تفاهمت بأسرع ما يمكن. طبعا أهم شيء التفاهم. وبعدين أنتوا لا تنسوا أنه على درجة كبيرة من الثقافة ومن عائلة كبيرة ومحترمة. لا وغني، والمال ما ينذكر، متوفر. أمل أنت تستاهلي كل خير يا أمل. شكرا. أقول حمدان، المكتب أعتقد أنه وسخ ويبي له تنظيف، ويلا روح رتب الأوراق وشوف شغلك عدل. ها قررت إني أتزوج عايشة.